ملف النظافة، يعني ألف شين ألف الوكالة الأنباء الرسمية الشرق الأوسط قالت أن وزارة فهمي لم تنجح في تحقيق أي إنجاز ملحوظ في ملف النظافة الذي رهن عليه الرئيس الأسبق مرسي، وكان أحد العناصر الستة الأساسية في برنامج الميت يوم بتاع مرسي. هتعمل إيه في ملف النظافة المرة دي؟ ملف النظافة في حكومة مرسي كان البيئة غير معنية به، وكان في كان بيضار من جهات أخرى. إيه الجهات دي؟ كويس، يعني كان بيضار من حزب الحرية والعدالة، وكانوا بيرجعوا طوالي للسيد الرئيس. ده في ملف النظافة. ده ملف النظافة اللي هو برنامج الميت يوم وتوابعه. كويس. احنا اشتغلنا اكتر في الجزء الخاص بالبدائل المختلفة والوزارات المختلفة لمعالجة جذرية للمشكلة بعيدة المدى. طب ايه تفسيرك ان حزب الحرية والعدالة كان بيدير ملف النظافة؟ تفسيري ان قد يكون بعد الفشل في الميت يوم الاولانيين انه هناك موضوع ثقة في أجهزة أخرى غير الأجهزة الرسمية، كان يكون عشان كده أوكلوا، لأنه كان بيتابع متابعة، يعني كان بيتابع وكان بيتابع المحافظات وكانوا بييجوا يتابعوا معانا. ولكن هذه المشكلة مشكلة منظومية، يعني عايزين نديرها كمنظومة. أنا كنت من المدرسة التي تقول أن وزارة البيئة، أن المخلفات خاصة النظافة يجب أن يكون لها إطار مؤسسي جديد، ويكون لها جهاز متخصص لتنظيم العملية دي. دي رؤيتك. وتحققت الحمد لله من أن احنا عندنا دلوقتي وزارة التطوير الحضري. وفي مش الحضاري، يعني أصل الحضري حتى بتربطنا بالإربن. هي حضاري. وبتولي ملف النظافة. يعني ملف النظافة دلوقتي هتتولى هذه الوزارة برئاسة الدكتورة ليلى سلمى. هذا ما يبدو حتى الآن. ولا يكون في تنسيق بينكم؟ سوف نتقابل غدا النهار والدكتورة مع الدكتور أشرف العربي وعادل بلبيب للعرض على السيد رئيس الوزراء بهذا الإطار المؤسسي الجديد وتوزيع جديد للأدوار. ولكن أولا وأخيرا هذه خدمة خاصة بالمحليات، يجب أن تمكن المحليات من إيجاد الحلول ومن التمويل، لأن الحل اللي هينفع في شبرا الخيمة مش هينفع في المعادي ولا هينفع في الزمالك، ما بالك ببقية القرى. وبالتالي يجب ضروري يكون عندنا القدرة على صياغة هذه الحلول، لأن البعد المكاني فيها مؤثر جدا. في شكاوى كتير من شركات النظافة. أيفن إيه هتعملوا ايه في ده؟ في لو رسي الملف ده على وزارة البيئة، لو رسي الملف ده انا اؤمن بمبادرة السيد الأستاذة الدكتورة ليلى اسكندر، وهي الفصل من المنبع. الفصل من المنبع اساسي، وبيخلي اقتصاديات العملية كل المنظومة من الجمع الى النقل الى التخلص النهائي بيخليها اقل كلفة، ولا اقول انها مربحة اقتصاديا. وبالتالي هذا الملف يجب ان نستمر فيه اذا وقعت هذه المهمة على عاتق وزارة البيئة.